تابعوا ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم. أولين أولين أولين. بني ميزاب، سكان مدينة غردايا. هذو الناس المعروفين بإتقانهم لفن التجارة ولعندهم خبرة كبيرة في هذا المجال. خطرة كنت في زيارة لهذه المدينة العريقة وندور في أحد الأسواق، شفت لقطة عجبتني بزاف وخلتني نكتشف سر من أسرار نجاح بني ميزاب في التجارة. في هذه الصورة موجود جد مع الحفيد نتاعو، والحفيد نتاعو شاد باني نتاع التسوق، والجد يلقن في الحافز تاعو درس من دروس التاجر الناجح وهو فن التسوق، اللي خلاني نفهم بلي بني ميزاب ما قراوش التجارة في أكبر المدارس، بل ورثوها أبا عن جد، وهذا هو سر نجاحهم في التجارة. مولاي زوير محمد، تقني سامي في الآلية والضبط، مصمم ومصور هاوي. تابعتم ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم.